ازيكم يا برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الدلو للرجل الجمعة 14 مايو. اسأل نفسك دائما ما الذي استطيع فعله لاستغلال وقتي. تصرف بدبلوماسية وحرية وتستضيف شخصا او تتصل باخر. هناك اجواء مبهجة لكن توخى الحذر حتى لا تدخل في مشروعات كثيرة مختلفة وترهق نفسك. توقعات برج الدلو للمرأة الجمعة 14 مايو. لديك ميزة كبيرة لا توجد عند الكثير، وهي تحويل أي إلى فرصة. أنت لا تنتظرين الفرصة بل تصنعينها. قادرة على تحويل كل شيء في يديك إلى ذهب. لا تنتظري الحظ لكي يطرق أبوابك، بل اتركي أنت أبوابه بكل قوة. عقلك سيفيدك أكثر من قلبك في وزن الأمور ورؤية الإيجابيات والسلبيات. توقعات برج الدلو عاطفيا للمتزوجين، اقتراحي لتجسيد أوتار العلاقة والمصالحة من خلال لقاءات رومانسية أو جلسات حميمة دافئة. للأعزب قد تولد ظروفا جديدة أكثر انسجاما مع ميولك، وتشعر بالارتياح وتتخلص من العقبات. توقعات برج الدلو مهنيا، ركز على عملك وانتبه منه في أكثر من عمل. لا تقصر في عملك وقم فعله بإتقان على الوجه المطلوب منك، وذلك حتى لا تجد نفسك في النهاية تغني عنك. توقعات برج دلو صحيا، لا تكتم غضبك على الأشياء لا تعني، فأنت مرهق جدا من التفكير وليس من العمل. عقلك مدار حتى وقت النوم، بل وبأحلامك فأنت محتاج إلى الراحة والهدوء لبعض الوقت.